بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أهلا وسهلا بكم إخواني في هذا الفيديو الثالث. لمن لم يتابع الفيديو الأول والثاني، ف يعني الرابط ستجدون على أسفل الفيديو في الوصف. إذا في هذا الفيديو سوف أقوم بشرح بعض الاختيارات وبعض الأدوات التي سوف نحتاجها، وفي الفيديو القادم سوف نبدأ العمل إن شاء الله. فبمجرد أن تفتح ملف من نوع وورد سوف ينبثق لك الملف على هذا الشكل. فهنا يعني نافذة أكوي نجد فيها اختيار كولي. عندما تكون قد عملت نسخ فهنا تجد كولي للنسخ مباشرة، وهنا هذا الاختيار ينسخ شكل الكتابة. فمثلا أنا كتبت كلمة أو سطر ونسقته باللون والشكل والخط وهذا وكذا، وعندما كتبت سطر آخر أريد أن أعمل له نفس الخصائص ومميزات السطر الأول، فأضغط على السطر الأول ثم أذهب وأمسح مثلا السطر الثاني فيأخذ نفس الخصائص. سوف نرى هذا الاختيار في فيديوهات قادمة إن شاء الله. هنا هذا الاختيار حرف جي يعني لعمل الجرا لكلمة، نجعلها بلون بخط غليظ. اي يعني يعني نوعا ما مائل، عندما اضلل الخط سوف اجعله مائل. دعونا نبدأ بعمل هذه الاختيارات. في هذا الفيديو سوف ابدأ بالشرح والتركيز على هذه الاختيارات الثلاثة. دعونا نكتب باللغة الفرنسية. نضغط هنا كما شاهدنا في الفيديو السابق للبدء من اليسار والاعتماد على لغة أجنبية. نكتب هنا un test d'apprentissage d'utilisation de pro جراب وورد. فوالا. فهنا اذا اردنا يعني عمل يعني تكبير يعني نغلد او نجعله غليظ، نجعل هذا السطر مثلا غليظ، سوف اضلله على هذا الشكل. ضروري اضلل يعني السطر او الكلمة قبل احداث تغيير عليها. بالعربية نقول نضلل، باللغة الإنجليزية نقول هايلايت، وبالفرنسية نقول سيليكسيوني. يعني باللغة العربية نضلله ثم نعمل عليه التغيير. سوف نجعل هذا الخط غليظ، نضغط على جرا. كما ترون الخط أصبح بخط غليظ عوض خط رقيق كما كان عليه. ولإرجاعه رقيق كما كان أضلله أو نعمل له هايلايت هكذا، ونضغط على نفس الاختيار. كما ترون هنا تجدون الاختيار يعني مفعل، يعني بأن الخط الذي قمنا بتضليله فهو مسبقا جرا، نقول له جرا. فعند الضغط على جي مرة ثانية سوف يذهب الشكل الغليظ ويعود الخط كيفما كان من قبل. نضغط عليه كما ترون الآن الخط أصبح عادي كما كان في السابق. هذا الاختيار اي كما ترون بأن هذا السطر ويعني عمودي بشكل عادي. عندما أضلله وأعمل له تغيير سوف أجعله مائل إلى الأمام قليلا. اضغط على اي هكذا، سوف ترى كما ترون الخط اصبح مائل نوعا ما. دعوني قبل ما اكمل الاختيارات ان اجعل هذا السطر كبير نوعا ما،
لكي يسهل عليكم الرؤية والتعامل معه بشكل سهل. لتكبير الخط أو تصغيره هناك اختيارين. الاختيار الأول من هذا الاختيار إما تكبيره، يعني كما ترون بأن السهم يشير إلى الأعلى يعني للزيادة في حجم الخط، وهنا لتصغير الخط. ودائما كما ذكرت الخط السطر أو الكلمة التي سأقوم بعمل تغيير عليها يجب أن تكون مظللة على هذا الشكل، مظللة. لتكبير هذا الخط هذا السطر أضلله على هذا الشكل، أقوم بالضغط هنا، أو لتصغير أقوم بالضغط هنا. وهناك الطريقة الثانية وهي إعطائه الحجم بالأرقام، أضغط هنا ثم أختار هل أريد أن أعطيه مثلا حجم كبير أو صغير، أو يعني أعطيه له بالأرقام كما ترون. فهذه هي النسخة 2013 من مايكروسوفت أوفيس، مباشرة بعد عمل يعني المرور فوق الرقم فهو يحدث التغيير تلقائيا وتنظر إليه بعينك. هناك هذا الاختيار وهناك هذه الاختيارين كما ذكرت. دعونا نعمل نعطيه مثلا 26 كي يبدو لنا كبير نوعا ما، ومن ثم نقوم بالتغييرات الأخرى. كما ذكرنا الخط هنا مائل، يعني قمنا بالضغط على الاختيار الذي مكتوب عليه رمز اي. إذا أردنا أن نرجع الخط كما كان يعني عمودي بشكل يعني 100%، نضلله، يعني سوف لن أعيد ذكر هذا الاختيار، سوف نضلله دائما، أضلل السطر أو الكلمة وأعمل الضغط على الاختيار الذي سأقوم بتفعيله. نضغط على اي. كان إخواني فقمنا باختيار عمل تجربة على الاختيار جي و اي. الآن على هذا الاختيار الذي عليه يعني اس وتحته سطر صغير، مما يدل على أن الكلمة المضللة أو السطر المضلل سوف نجعل تحته سطر أو تستطيع على هذا الشكل. فعندما نضغط عليه لاحظوا معي كيف يصبح الكلمة المضللة. أترك هذه غير مضللة لكي تظهر لك يعني الفرق. نضغط على اس كما ترون، فالكلمة أصبح أسفلها سطر ما عدا الكلمة وورد لأنها غير مضللة. فعندما يعني إذا أردت أن أضللها هي أيضا، أن أجعل تحتها عفوا أن أجعل تحتها سطر، أضللها وأضغط على S كما ترون أصبح هنا هذا الفرق. ممكن أن أضلله أيضا، ممكن أن أضلله بالسحب قليلا كي يتم تضليله، وأيضا الضغط على S كما ترون ممكن أن أضلل السطر بأكمله وأجعل تحته سطر وأجعله مائل نوعا ما في نفس الوقت، وأجعله يعني تغليظ السطر في نفس الوقت كما ترون. هذه التغييرات. الآن سوف أريكم هذا الاختيار، فصراحة هو اختيار رائع. دعونا نضغط على ننزل السطر. إذا ضغطنا على أونتري من هذه المنطقة، ضغطنا على أونتري من هذه المنطقة، فمباشرة السطر الجديد يأخذ نفس الخط السطر الذي كان عليه قبل، يأخذ نفس يعني الجرا ويأخذ سطر تحته، ويأخذ أيضا أنه مائل مباشرة. إذا بدأنا الكتابة من هنا سوف تبدأ الكتابة مثلها مثل نفس اسمه كما ترون. دوزيام كما ترون هنا أخذ نفس، سوف
سوف أحدث التغييرات، سوف أرجع الخط كما كان في السابق لكي أرجع مباشرة أنتبه إلى الفوق، فأجد أن يعني هذا الاختيار مضلل مفعل، وإي مفعل أيضا، يعني سوف أنزع السطر أسفل وأنزع أيضا التمييز وأنزع أيضا الجراء. هنا أصبح السطر غير مطبق عليه الجرا ولا سطر أسفله ولا هو مائل. هذا الاختيار يجعلنا نقوم بعمل يعني هذا السطر مثله مثل سطر سابق، يعني هنا يوجد الجرا وعم السطر أسفله هو مائل، فبمجرد أنني أختار أريد أن أجعل هذا السطر مثله مثل هذا السطر، فلا داعي لي أن أضلله وأبدأ أضغط على جي جرا أي يكون مائل، وإس أجعل تحته سطر، وربما يعني تغييرات أخرى. فيكفي أن أضلل مثلا السطر الأول الذي أريد أن أنسخ منه الخصائص، أنسخ منه الخصائص، أضلله مثلا على هذا الشكل ولو حرفين أو حرف واحد، يعني فقط أضلله ليكون على يأخذ نفس الخصائص، مثلا أضلل هذا الشكل فقط وأذهب إلى المكنسة أو كما ترون هنا يعني الصباغة أو ما يشبه ذلك، أضغط عليها، يعني أنا قد ضغطت عليها الآن هي أخذت نفس الخصائص. تعالوا نطبقها على هذا الخط، فبمجرد المرور، لاحظوا معي الكيرسور، فبمجرد المرور على الكلمة يتغير شكله، يصبح كالمكنسة أو أداة الصباغة. سوف أستمر في الضغط وأمر على السطر بأكمله لأطبق عليه كافة الخصائص وأطلق الكيرسور. الآن كما ترون في ضغطة واحدة قد تم تغيير خصائص الخط بمجرد أنني أخذت نفس الخصائص من هنا. وإذا أردت حذف الخصائص بأكملها، يعني أضلله وأعود وأضغط هنا هنا وهنا أيضا، فيعود الخط كما كان. أتمنى أن تكون الفكرة قد وصلت، فكل هذا إذا أردت أن تطبقه وتستفيد ويعني تجعلك يعني تفهمه، لابد من التطبيق وإعادة الفيديو وأيضا التطبيق لأكثر من مرة، ثم نمر إلى اختيارات أخرى إن شاء الله. أكتفي بهذا القدر في هذا الفيديو لكي لا أطيل عليكم إخواني الأعزاء، وإلى الفيديو القادم إن شاء الله لنرى اختيارات أخرى بحول الله. دمتم بخير وإلى اللقاء.